حياكم الله. بيتروفيتش أمام الاختبار الأصعب. حلقتنا اليوم مخصصة لتحضيرات منتخبنا الوطني لمواجهتي إيران ولبنان ضمن تصفيات كأس العالم وما تتضمنه تلك المباراتين من مباراة تجريبية أمام منتخب أوغندا في استاد المدينة، ويسبقها معسكر مغلق في العاصمة بغداد. بالعودة إلى مسيرة المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر، حقيقة لم تكن مقنعة تماما مع أدفوكات، ولم يتغير الحال مع بيتروفيتش في كأس العرب. بالتالي سندخل تحدي مواجهتي إيران ولبنان بهواجس كبيرة، لا سيما وأن المباراة ستكون في ملعب المنافس بالعاصمة طهران. وهنا تظهر التساؤلات، هل أن بيتروفيتش ذاهب للمنافسة أم لبناء جيل جديد؟ هل فقدنا فرصة المنافسة على الورق؟ هل ستبقى التغييرات مستمرة في تشكيلة الفريق وبالنتيجة يفقد منتخبنا عامل الاستقرار؟ كل هذه الأسئلة وأكثر سيجيب عليها ضيفنا لهذا اليوم. صدى الرياضة انطلق، أهلا بكم معنا. أهلا بكم معنا من جديد مع محور حلقتنا الرئيس لهذا اليوم، وهو تحضيرات المنتخب الكروي لاستكمال غمار التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال الدوحة. وقد قام الاتحاد العراقي لكرة القدم مؤخرا مؤتمرا صحفيا لمدرب المنتخب الوطني بيتروفيتش في مقر الاتحاد للإعلان عن قائمة المنتخب الوطني للانخراط في معسكر المنتخب في بغداد وخوض مباراة أوغندا تحضيرا لإكمال مباريات التصفيات. وضمت القائمة كلا من فهد طالب، علي ياسين، حسن أحمد، أحمد إبراهيم، مناف يونس، وميثم جبار، ومصطفى ناظم، وشيركو كريم، وسامح سعيد، وحسن رائد، ومنتظر محمد جبر، ومحمد علي عبود، وأحمد فاضل، وياسر قاسم، وسجاد جاسم، وأحمد ياسين، وحسين علي، وأحمد فرحان، وحسن عبد الكريم، وعلاء عباس، وعلي يوسف. وباشر المنتخب تدريباته بمعسكر مغلق ابتداء من يوم أمس الاثنين وخوض مباراة أوغندا الودية، وستتضح القائمة النهائية في 22 من الشهر الحالي. متواصلون مع محور حلقتنا المكرس عن منتخبنا الكروي والمباراتين المقبلتين بالتصفيات، خصوصا عن المواجهة الأولى أمام منتخب إيران التي لا يمكن أن نطلق عليها سوى أنها مهمة وحاسمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. نعم، هي مباراة ستعطي لكل مجتهد نصيب وتمنح الأمل من جديد للدخول بالمنافسة على البطاقة الثالثة المؤهلة للملحق عن المجموعة الأولى. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي، نتابع. أخيرا ظهر المونتينيغري بيتروفيتش في مؤتمر تأخر كثيرا. يمكن أن نطلق عليه أي صفة، لكنه لا يمكن أن يكون صحفيا. بيترو لن ينجح في التعامل مع الكاميرات ومراسلين أشهر سكاكينهم كأننا في السلخانة. نطالب دائما بالمؤتمرات ولا نفقه طلاسمها، كون البعض يفهم الإعلام أنه مشرط يذبح به كل من اختلف معه في الرأي. تركنا الحديث عن التحضيرات وسألنا عن خيبة سابقة وورقة ماضية وعدنا لتلك الاسطوانة.
بين الشخصانة وتصفية الحسابات فاحت من المؤتمر رائحة التقاطعات بعيدا عن أهم الغايات، فلا تشخيص ولا تمحيص، فمنهم من اعتمد على الشائعات وآخر يبحث عن الأزمات ونسوا بأن المنتخب قد حان أوانه. طفى على سطح المشهد فجوة كبيرة بين مدرب يجيد التهرب وإعلامي دخل المؤتمر وكأنه متكهرب. ألف رصاصة أطلقت على المهنية في ليلة سقوط الحيادية، ورأينا سهما خرج من سنانه. غابت الأسئلة الفنية وانشغلنا بالأمور الشخصية، فلا توصيات ولا حلول آنية. بحثنا بتفصيل الكلمات فتهرب المدرب عن إجابة التساؤلات، وبقي الحال من المسلمات ولا يجيد الجدل الفارغ سوانا. لم نركز على المهمات وأوغلنا الحديث بالماضيات وأهدرنا الوقت في المناقشات الفارغات، ونسينا أن الفريق تنتظره أهم المباريات، فلم يسأل عن حلول ولم نقتنع بالإجابات وأضعنا الميزان وأوزانه. نقولها بكل حرص وأمانة، مدرب حائر في زمانه وإعلام فاقد لعنوانه، منتخبنا خسر كيانة في مؤتمر التشكيك والإدانة، منتخبنا مستباح دون حصانة، تلك فصول المؤتمر ما بين تشكيك وخيانة. نحن مع محوري هذا اليوم عن واقع حال منتخبنا وآخر تحضيراته، وطبعا ما آلت إليه نتائج مبارياته في التصفيات، وبالتأكيد هي التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022. للحديث أكثر ينضم معنا عبر السكايب من بغداد الكابتن القدير خلف كريم الذي يحل ضيفا علينا في هذا اليوم. أهلا بك كابتن، سعداء بتواجدك معنا. وأنا سعيد جدا أن ألتقي بكم لأول مرة عبر سكايبي، والحديث حتما راح يكون ذي شجون، وإحنا نتكلم عن المنتخب العراقي وأنتم تقدمون جهود رائعة جدا لحتى المشاهد العراقي أو المستمع العراقي بصورة المنتخب إذا تكلمتوا على المنتخب، وصورة الدوري إذا تكلمنا على الدوري. تحياتي لكم. شكرا على هذا الإطراء الرائع مثل شخصك كابتن. بالبداية طبعا نحن والمتابعون تواقون لمعرفة كل مثل ما تفضلت أخبار وخفايا ومستوى وتحضيرات منتخبنا. حضرتك كيف ترى حظوظ المنتخب بالمنافسة على البطاقة الثالثة المؤهلة للملحق عن المجموعة؟ الحقيقة وضعنا صار صعب وين بالمنافسة بالمجموعة. مباراتنا الأولى كتحصيل حاصل، لو أنت مدرب تريد تروح الكورية تحط في بالك النقطة من أرض الخصم هي بطعم الفوز، حالة إيجابية خليني آخذها. ولهذا لعبنا، أنا أقول لعبنا أجمل مباراة من الناحية التكتيكية الدفاعية الانضباطية. طلعنا بنقطة من كوريا في أرض كوريا الجنوبية، كل إحنا كمجتمع استبشرنا خيرا. كل احنا استبشرنا كل الخير وبهذا الفريق اللي راح قلنا هذا نتاج المعسكر، وربما الفريق راح يعطي، والفكر التدريبي الجديد والفكر التدريبي الجديد وطبعا المعسكر وشيفة، استبشرنا خيرا بالنتيجة الاولى مثل ما تفضلت. صحيح. زين، اجينا للمباريات المتبقية. بدينا ايضا فريق ما يسجل، نلعب المت تلعب للتعادل على ارضك، ما قدرت اقول الارض المفترضه اللي هي الدوحه، على ارضك ما تفوز، هذه مصيبه. الى ان اجت وكل هذه واحنا بعدنا مشبثين بامل. وين الامل؟ الامل انه حتى لو اخذنا من ايران نقطه بعدنا زين، لا قدرنا نفوز على لبنان، لا قدرنا نفوز على الإمارات، لا قدرنا نفوز على كل هذه الفرق. اجينا في مباراة حساباتها كانت خاطئة من الناحية التكتيكية، انه هل باستطاعتنا ان نهزم ايران ام لا. فمن اجينا لعبنا كرة قدم مفتوحة امام خصم قوي، من اخطاء ساذجة تكتيكيا
للاعبين ما عارفين وين يوقفون. هي أنا أقول هي كانت مأساة لكرة القدم العراقية، وهي هاني اللي غيرت الصورة الأولى اللي أخذناها في مباراة كوريا عن المنتخب الوطني العراقي. وبالنتيجة يعني إحنا الوسط الرياضي اهتز من المنتخب الوطني. هنا اجت مسألة جديدة المن لعقول الجميع، يا ترى مجموعة اللاعبين المحليين ترى ما يقدمون شيء، وعليكم روحوا باتجاه المغتربين، نقول عليهم المغتربين أو العراقيين اللي محترفين خارج العراق. طبعا بالمناسبة قد يكون هناك خطأ تكتيكي، أنا بتصوري ارتكب أدفوكات اللي هو يمكن أفضل لاعب في مباراة كوريا الجنوبية، جينا تفاجئنا أنه هذا الولد بالمباريات اللي وراها اللي تلتها أنه هو مو هو اللاعب الأساسي، مرة يلعب احتياط. وتذكر أكو مباراة كنا خسرانينها إلى أن العماري بنزوله غير نتيجة المباراة مع الإمارات مع الإمارات نعم. أي إذن هذا الولد تحس بي هو المحظوظ أو هو يجلب الحظ للمنتخب الوطني العراقي، وهو لاعب إمكانيته رائعة جدا. إذن هنا أنا أقول خطأ تدريبي، يعني خطأ ارتكب الكادر التدريبي بعدم زج هذا اللاعب في المباريات من بداية المباراة. وصلنا وين؟ خلينا نروح وين؟ للاعبين أولادنا اللي موجودين بالخارج. بالنتيجة مجموع اللاعبين اللي أشركهم أدفوكات أو اللي سحبهم ورجحهم وصل العدد إلى 56 لاعب اللي لعبوا فوق 30 لاعب اللي جربوهم. هذه ايش توحي لك؟ توحي لك إنه إحنا مهيئين نفسنا لشيء اسمه نهايات أو تصفيات نهاية كأس العالم. كابتن خلي حتى ندخل مواضيع أخرى وبشكل سريع حتى اللي أريد منك الإجابات. في ظل تراجع مستوى المنتخبات المنافسة لنا يعني على البطاقة الثالثة، ما الذي نحتاجه لخطف المركز الثالث فيما طبعا تبقى لنا من منافسات؟ والله أنا أقول لك شيء واحد، أنت مثل ما تفضلت اليوم ابني يسألني يقول لي بابا شو وقت لعبتنا مع الإمارات؟ قلت له ليش؟ قال لي لأنه المنتخب الإمارات في أسوأ حالاته، يمكن عندهم هذا اللي ما فابيوم ما جسمه واحد عنده صار قطع بالوتر الأكيليس، لاعب مجنس. ومثل ما أنت تفضلت اليوم يعني لو 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 المنتخب السوري نفسه هو المنتخب السوري قبل 4 سنوات أقول لك لا يفوز علينا ذهاب وياه. اليوم المنتخب السوري حالة من أقول لك فريق بائس، يعني مو فريق مو ذاك الفريق القوي. قد يكون الفريق اللبناني أكو طفرة نوعية تحس به هذا العام، لا يمكن عندهم فريق جيد. إذن إحنا ما عندنا شيء بعد نخسره، خلونا نلعب كرة قدم ممتاز. من أجل أن نقول أنتوا يعني اثبتوا ذاتكم أنتوا كلاعبين محترفين للمستقبل. هذه وعدة، متى ما قدمتوا لأنفسكم راح تقدمون إلمن للعراق للفريق كله. فخلي اكو لحظه نكران ذات، يعني هذا انتم تلعبون من اجل بلد، من اجل سمعه بلد، سواء لاعبين الداخل ام الوعي بالخارج. وهاي النبره وهاي الكلمات اللي انا اقول عليها السخيفه، يعني لا حد يطرق هذول اولادنا اللي موجودين بالداخل، اولادنا واللي موجودين بالخارج اولادنا. اللي موجودين بالخارج اضطرت الاوضاع والظروف انه ما يعيشون وسط بلدهم. بالنتيجة اهلهم شافوا لهم مكان اخر، لقوا نفسهم به نتيجة خلينا نقول اضطهاد او شيء اخر، وبالنتيجة هم لحد الان بعدهم يحنون للعراق. يعني هذا اللاعبنا الكبير زيدان اللي يلعب مانشستر يونايتد بامكانه ياخذ الجنسية الانجليزية، لكن بعده هو خلينا نقول امه وبعدين هو بعده مرتبط مع العراق. زين كابتن، وانت تتكلم عن اللاعبين بخصوص الاعلان عن قائمه المنتخب الوطني الاخيره اللي تعرفها انت للانخراط في المعسكر، سؤالي هل الاسماء التي تمت دعوتهم فعلا هم الافضل
أم حضرتك ترى أن هنالك يعني على سبيل المثال لاعبا لم يستدعى وكان يستحق أيضا التواجد مع المنتخب؟ عموما أنا قلت لك يعني هو المنتخب صار حقل تجارب. يعني أنت اليوم إحنا مباراتنا مع أوغندا هل هي مباراة إعداد أم هي تجريبية؟ أنا هم أريد أسألك يعني هل يعني كفريق من أفريقيا يعني هو موازي للفرق اللي راح نلعبها مثل يعني إيران ولبنان؟ بالنسبة هاي خليها بعدين تجاوب لي عليه. لا بكل تأكيد أنت راح تلعب مع فريق أفريقي يختلف شكلا ومضمونا مع الفرق اللي عندك بالمجموعة الآسيوية، لأنه لا طريقة اللعب ولا البناء الجسماني لا ماكو شيء. بس أنت السؤال الأهم، أنت عندك تشكيلة معينة راح تلعب بها المباراة القادمة وتريد تجربها. لو أنت اليوم صاحب لاعبين جدد تريد تشوفهم، إذن أكو فرق بين أنه أنا أعد للمباراة أو أجرب لاعبين، أو راح تقول مثلا راح ألعب شوط إعدادي وشوط أجرب بيه اللاعبين. ولهذا ليش قلت لك إحنا عشنا يعني دخلنا البطولة وإحنا لحد الآن ما عايشين حالة الاستقرار، والآن إحنا كل إحنا متأملين أنه ناخذ البطاقة الثالثة. هسه البطاقة الثالثة مو كل الصعبة على المجموعة، لكن في ظل هذه الظروف إحنا عقدناه على نفس، يعني إحنا جعلناه صح. زين كابتن، دعني أشمل أيضا المدرب بهذا الحديث، حيث يعني بدأ بيتروفيتش في المؤتمر الصحفي الأخير متشنج من الإعلام، يعني حضرتك كيف تفسر ذلك؟ التشنج منين؟ معناه أنه أكو صورة منقولة إليه أنه أنت الإعلام ضدك. قلت له زين هذه الصورة اللي نقلت إلى بيتروفيتش منو اللي نقلها إليه؟ هل نقلها إليه عضو اتحاد كرة القدم؟ أو نقلها إليه واحد إعلامي؟ إذن الذنب وين؟ ذنبنا. هذا جانب. أنا حضرت مؤتمر صحفي إلمن الكتنج مرة، وبعدين أعتقد أنه زعلوا علي بعض الإعلاميين. من يجيك مدرب أجنبي وتريد تعمل مؤتمر صحفي، حضر نفسك للسؤال وقيمة السؤال الفنية أنت كإعلامي. يعني مثلا كتنج أقول لك من مجموع الأسئلة، خلينا نقول مثلا نسأل 12 سؤال، ثلاث أسئلة لو تجمعهن بسؤال واحد، مثلا ليش ما لعبت مثل مهاجمين، ليش قعدت فلان، لين كذا كذا كذا، بعدين تصفن. أكو أسئلة والله محترمات يعني كل الإعلاميين، أكو أسئلة أنت تستحي تسمحها. ولهذا أي المدرب الذكي شي يجي شي يقول، يعني معقول الناس اللي جاي في هذا المؤتمر ما عنده شيء فني أو سؤال راقي يوصلنا أو يطلع من عندي أنا كمدرب، يطلع الخزينة اللي عندي؟ ولهذا محترماتي مو الجميع، هناك قسم من عندهم طرح رائع جدا وقسم لا. أنا أقول لك السؤال ما يستاهل، أنا لو مدرب هم يعني أشنج إنه أجاوب على أي سؤال مع احترامه. كابتن اسمح لنا أن نتابع يعني الآن ما قال البعض من ذوي الشأن والاختصاص ولنا عودة، خليك ويانا كابتن. ما زالت الضبابية يعني في حالة الاستقرار الفني والإداري تطرأ على منتخبنا، وهي ليس بالجديدة، لكن كنا نأمل بانتهاء هذه الضبابية وعدم الاستقرار. ما زالت قائمة منتخبنا الوطني محل تجارب لكثير من اللاعبين مع جل احترامي لهم، بالرغم هناك عدة علامات استفهام على كثير من اللاعبين الموجودين المتواجدين في القائمة لهكذا مبارتين. المبارتين تعرف أنهم يعني في وضعية خاصة أو تحضير، يجب أن يكون تحضير لها مسبق، لأن تعرف الفترة الأخيرة أو إحنا قاعد نمر بالمراحل الأخيرة من التصفيات. مباراة أوغندا يعني أولاً التخبط اللي بدأ مباراة أوغندا، اللي ما أعتقد يعني شنو التشابه، مقدار التشابه ما بين أسلوب لعب الفريق الإيراني وأوغندا اختلاف جداً كبير. كذلك كثير من اللاعبين سوف يتواجدون في المباراة الودية، أنا حسب وجهة نظري المتواضعة راح يكون كثير من يومهم لم يتواجد في المباراتين الخادمتين، وذلك بسبب ارتباط اللاعبين المحترفين. وجود اللاعبين المحترفين مثل أيمن حسين، بشار، أمجد سوف يكون متواجدين، اما اللاعبين اللي الان في المعسكر المغلق اكو كثير راح يبتعدون عن التشكيل الاساسي. مع جل احترامي حسب المعطيات وضعنا لا يبشر بخير من خلال القراءات يعني اللي موجوده على ارض الواقع.
أهلا بك كابتن من جديد. كابتن، كيف تقرأ استراتيجية المنتخب للفترة المقبلة؟ سؤالي، هل هدف بيتروفيتش سيكون المنافسة على البطاقة الثالثة من التصفيات، أم الذهاب باتجاه صناعة منتخب للفترة المقبلة؟ من نتكلم لكرة قدم مستقبلية لازم الدولة تنزل بكل ثقلها. يعني احنا فرحانين لأنه اجانا وزير هو رئيس اتحاد كرة القدم. والله لو كنت انا وزير واسخر، يعني اروح على اليمن على كل الاراضي اللي موجودة تابعة لوزارة الزراعة، تابعة للمالية، وين ما القى بقعة ارض لازم اسويها ملعب. لانه اليوم احنا حتى ملاعبنا بالفرق الشعبية ايام زمان 11 ب11 صارت خماسيات. اليوم ملاعبنا حتى يعني هاي احكي لك بالستينات وبالسبعينات، اللي هاي الفطاح كرة القدم اللي طلعت من هاي الملاعب الشعبية. اليوم احنا ما عندنا قاعدة لكرة القدم. اليوم ما عندنا دوري للناشئين، ما عندنا دوري للأشبال، ما عندنا مراعم. انت شلون تسوي استراتيجية؟ كارثة هذا حكي. احنا ما عندنا استراتيجية. يطلع بيتروفيتش نعدنا بزنا لمدة سنة، راح نسوي مؤتمر صحفي، راح نجي باتجاه المدرب المحلي او الاجنبي واخوان وكذا، تخلص الاربع سنوات تي 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 مثل ما رحتي جيتي. هذا وضع البلد. انا اشكرك شكر الجزيل كابتن. مشاهدينا، في ختام الجزء الاول لابد لنا ان نضع بالحسبان كل الاعتبارات، لان كرة القدم ام المفاجآت وتبقى مفتوحة الاحتمالات. ورغم كل المعطيات السابقة بالتصفيات، يعني يبقى عهدنا بأسود الرافدين كبير جدا، ونبقى نؤمن أن المثابرة والثقة والقدرة على احتواء الموضوع واللعب بأريحية تامة كفيلة بعودة لاعبينا إلى أدائهم الحقيقي، وبالتالي بالإمكان دحر المنتخب الإيراني وإلحاق الهزيمة به والعودة إلى أحقية المنافسة على حز البطاقة الثالثة لضمان إحدى مقاعد التأهل إلى نهائيات كأس العالم. بالتأكيد هذه ليست كل المحاور وللحكاية بقية. انتظرونا في الجزء الثاني. هذه تحياتي أنا بلال بداع، مع السلامة.